شبك نجيل شو صار له؟ ما في شيء. واقف واقف واقف. شو شفت؟ شفت اللي شفته؟ شو بدك؟ لك يلا يا ولد لا تعمل هيك. هلا انت مو رجال معناها فهمني، هي بنت حي الله وما انا مهمه، تمام؟ برايك انت تمام؟ اذا حكيت اللي شفته لانجي بشيلهم لهدول العيون. مجد مرحبا. مرحبا. يلا فوت. شو الموضوع؟ بدك تقول شي؟ أنا إيه؟ لا لا ما في شيء. أنا آسفة لأني نطرتكم يا شباب، حضرة المدير حابب إنه يسمعكم وكنت ناطرته. قلت بجي وبشوف يلي أنجزتوه. أستاذ نحن كمان بدنا نتفرج. ادخلوا ادخلوا فوتوا اسمعوا. استاذ ما بصير تخليهم يدخلوا، عم نتدرب هون. ايه وشو يعني؟ بعتقد ما رح يأثروا عليكم. وهلا خلونا نعزف الغنية مثل ما تعلمناها، جريئة وقوية، اتفقنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. لك شو بك؟ شو صار لك؟ عفوا عفوا. تمام خلص مو مشكلة، بلشوا من الأول. واحد اثنين ثلاثة أربعة. انا مجد انت منيح؟ مجد شبك؟ بس هيك ما بصير يا انسه، ما رح يمثلوا المدرسه بهي الحاله. شو هذا يا معقول اللي شفته انا؟ هي اول مره بتصير يا استاذ، يمكن الصبي يكون مرضان. طيب شو رح يصير بالمسابقه؟ ها كيف رح يقدر يغني مجد افندي؟ رح يعذروه اذا كان مرضان؟ بلحظه بيقلعوا لبرا. استاذي إذا بتسمح لي أنا حابب غني بداله. أنت بتعرفها للغنية؟ أستاذي ليش مين ما بيعرفها؟ هي الغنية معروفة ومشهورة كتير. لو سمحت خليني أدخل على الفرقة وغني بداله. ما بقبل بهيك شي. وشو بيمنع لتكون مسجلة على اسم مجد أفندي؟ روح
روح غني وسمعنا لشوف. شكرا كتير استاذ. وانتو عزفوا له. 1 2 3 4 تمام فهمنا. أنجي خانم، شو رأيك بصوته؟ على القليلة هاني شاب شخصيته قوية وما تلبك مثل غير ناس. مجد مجد شوفي قلي. أنا فهمانة عليك، أنا بعتذر كسرت بخاطرك، بس هيك ما بيمشي الحال. لا تعمل بحالك هيك، خليك قوي. هلأ مسابقة المدرسة أهم من كل شيء، وعندك فرصة تسجيل أسطوانة بترجاك لتروحها من إيدك من دون ما تدفع ولا قرش. رح تعمل أسطوانة كتير حلو، ما هيك؟ مانك مبسوط؟ شد حالك. أنا مزعوج أنستي. أنا فهمانة، أنت مو الوحيد اللي عم يتعذب بهي الدنيا. مسح لي هالدموع لشوف. أنا ما عم ببكي على حالي، أنا فيني أحمل العذاب اللي بقلبي. واللي نساني الغنية ما كان عذابي. شو اللي خلاك تنسى؟ أنا زعلان على حضرتك. قلي شو هو سبب زعلك؟ كون صريح. كون صريح؟ ايه، احكي بصراحة. احكي بصراحة، ما هيك؟ طيب، الرجال اللي اخترتي تتزوجي شو به؟ ليلة امبارح شفته مع وحدة تانية، كان عابطها وعم بيبوسها. كذب اللي قلته. انت عم تكذب علي. قول انك عم تكذب. أنا ما كان بدي أقول لك، لأنه عرفت إنك رح تزعلي وخليتها بقلبي، تعذبت بدالك. بس هلا صار دورك لحتى تتعذبي يا أنسة. بس شو هو سبب هذا الكف؟ أنا ما بفتري على حدا يا أنسة. أنت استسلمت لأحاسيسك ومعصب ومتضايق بس لاني وافقت اتزوج نزار، ما هيك؟ ده.